تغيير المناخ يعني بأثر علينا. يعني هذا احنا عايشين في شهر 5، المفروض يكون الجو حار شوية. اليوم الصبحيات بنعيش في سقعة، وبعد العصر بنعيش في سقعة، وهنا قلت لك عايشين في شوب. احنا بنعيش 4 فصول في يوم مثلا، هذول ما عايشين في الجو اللي هو مطلوب إلهم. ملوحة الأرض، قلة المطر وقلة مية المطر اللي بتنزل في الأرض، ما بهيك بتصبح الأرض معدومة. زمان بقى زمان يزرعوا اللي هي البامية البعل والبندورة البعل والفقوس البعل، لذا كانت تجينا أمطار كتيرة ومية حلوة تجينا. ذلك كيف اليوم هذا ما فيش، مواسم قليلة جدا 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 حتى ولا تذكر، حتى فيش رطوبة في الأرض، فيش العناصر مش موجودة كلها في الأرض. حشرات اللي بتجي في الخريف اللي هو شهر 9 و10 جاية اليوم شهر 5. بطبيعة الحال أثر اللي هو المناخ بشكل كبير على الثروة السمكية. بطلنا نعرف إمتى عد الموسم، إمتى راح نخلص الموسم. النشرة بتخبر إنه في شتاء. طب إحنا في الأيام هذه ما شفنا شتاء. يعني تقول إحنا الشتاء عنا هيكون طول الموسم أو هيعدي يأكل في الصيف. عنا مثلاً سمك المرمير، كان هذا السمك المرمير بالصيف دائماً موجود أو حوالي الأسطور اللي على الشط دائماً موجود. اليوم في كل شط ما بتلاقيش حبة مرمير، انخفت. في الدنيس البلدي برضو كذلك الأمر، بطلنا نشوفه في البحر. طبعا برجع برضو للي هو أسباب مناخية وتغير المناخ.